أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. My name is Masawa Ramadan Karim from Bale Progressive Secondary School. I'm going to recite Surat Mumtahin inshaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. صدق الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس
الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخضعون إلا أنفسهم وما يشعرون. أخوكم في الله عبد الصبور خطيب موانغالا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإنك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط المستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. صدق الله. I'm going to recite سورة الملك. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو خسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بلى قادرين على أن نسوي بنانه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على أبده ليكون للعالمين نذيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثلة من الأولين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جزاء من ربك عطاء حسابا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلق السماوات والأرض بالحق فأحسن صوركم وإليه المصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Kitit Issa, Chairman Resilient. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولا سوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. My name is Odeke Sharif bin Abdul Nasser. I'm going to recite Surah Al-Ammayatasa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يتساءلون أمن نجعل الذين الذي يوفي كتلهون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ولم جعل لوالجباد والجباد لوأجا. My name is Mudamba Abdul from Young Secondary School. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى صدق الله العظيم منافع هاي سكول بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يكسب أن ماله أهرده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله من المنقدة التي تطرح على الأفئدة إنها عليهم مقصدة في أمد ممددة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته My name is Nadir Ramadan I'll present for you a recitation from Quran al-Karim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا شكرا لكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط المستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد
لقد قول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مؤمنون. I was told, or I was given a task to give the chairperson a wall to introduce her team, or to give the wall team to introduce themselves. And I'm going to invite the wall chairperson to introduce him, herself and her team. Madam Nokato Hajara, you're welcome. Once again, my name is Nokato Hajara, Vice Chairperson 1, and also the Secretary of Human Affairs, Eastern Region. Hansa Juma, Vice Secretary Wal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Nantambi Nazifa. You're not hearing me. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rahmatullahi wa barakatuh. My name is Nantambi Nazifa, Secretary Wal. I love you all. You're welcome. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Nakuya Shamira, the former Secretary of Finance, Mbale High School. My name is Gidongo Sharifa, the former Assistant Secretary, Women Affairs, DEC. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aisha Nasaka is my name, the former Finance, Mbale DEC. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbaba's Naima is my name, and I have a few words for the people who are coming in to be leaders. Leadership is not a walkover, that's what one thing I can tell you. But one thing we need to do, you don't need to be a ruler, but you need to be a leader. A leader who listens. A leader who always listen but talk few. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. All praise be to the Almighty Allah who has enabled us to be here. May peace and blessings be bestowed upon our Prophet Muhammad. My name is Mutua Masula, the Lady Vice Guild President, Islamic University in Uganda. I welcome you all that just feel at home. Where you are safe. I would like to thank those who involve themselves in politics, in leadership, because leadership is not something simple. Doesn't mean that every person can come in to contest for leadership. And know that leadership is from Allah. Do what is supposed to be done, because during the day of judgment, Allah is going to also question you about the same thing. You were entrusted by your friends, by your fellow students, to lead them. But unfortunately, you reached there, you did nothing. So my dear sisters and brothers, I urge you please, as your friends has entrusted you to read them, do the needful. We have two things in mind, respect and discipline. These two issues move together. When you have discipline and respect for others, believe me, not each and everything is going to be well. And you have to be a good listener in whatever you try to do. Discipline is the key.
Whenever you try to go outside there, someone will ask, she has been a leader, he has been a leader, but is that person B has been disciplined? So discipline is the key of each and everything. Even if you're not wise in class, but discipline can sell you far. So my dear sisters, please, and brothers, as we are here, let's know that Allah is going to ask us on whatever we are trying to do, as we have contested for leadership. I always tell my fellow leaders that during the day of Ahira, of the day of Yawmul Qiyamah, Allah is going to ask you that you were given responsibility. Did you try to fulfill it? Kullukum ra'i wa kullukum mas'ura anir ru'yatihi. So please, do whatever you are doing, but remember, Allah is going to ask you on whatever you used to do, on whatever you used to lead others. If you're being asked, hope you'll be having the answers to respond in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala.